طبعا اكيد انت بتسمعي وبتشوفي ناس كتير قوي بتشتكي من مساله السمنه مظبوط. على كل الاصعده، اولا على الصعيد المظهر الخارجي، ودي حاجه بتضايق ناس كتير جدا طبعا. ويمكن السيدات بصفه خاصه بيتضايقوا منها اكتر بكتير مظبوط. من الرجاله، وثانيا لان كمان في كتير جدا من الاحيان السمنه دي بيبقى لها اضرار تانيه مشاكل خالص، صحيه. حتى بتوصل للنفس في بعض الاحيان. مظبوط. فتعالي نبتدي بالسؤال ده، ازاي نخس بطريقه صحيه وامنه، وبعد كده بقى ندخل في بقيه التفاصيل. ماشي. انا بس عايزه اعرف الناس ايه الفرق بين ان انا يكون وزني زياده شويه او ان انا عندي دهون او ان انا ابقى مريض سمنه. حلو ده، حلو. وده اتفضل. بنعرفه من الان بودي بتاعنا او الجهاز بتاع قياسات الدهون والعضلات والميه اللي احنا بنعمله الاول. اوكي. بيطلع لنا حاجه كده اسمها كتله مؤشر الجسم اللي تمام. هي البادي ماس اندكس. تمام. دي لو انا مش عارف احسبها او مش عارف اعمل ان بودي، انا بشوف وزني قد ايه بالكيلوجرام بقسمه على مربع طولي بالمتر، بيطلع لي رقم. ساعتها انا عندي سكيل، السكيل ده او زي معدل ميزان او بالظبط مقياس كده، او مقياس بالظبط. اوكي. انا ببتدي اشوف الرقم اللي طلع لي ده، لو تحت 15 يبقى انا عندي نحافه، لو من 15 لحد 20 او تقريبا شويه بيعدي ال 20 بشويه، يبقى انا كده الوزن بتاعي مظبوط جدا، ما عنديش اي مشاكل. اوكي. لما ببتدي اعدي من ال 25 لحد ال 30 انا كده اوفر ويت، اللي هو وزني زياده شويه او عندي دهون زياده شويه. تمام. لما ببتدي بقى اعدي 30 هنا لا، اخلي بالي بقى شويه ان انا ممكن اخش في مرحله سمنه. سمنه بس مفرطه بقى. لا، المفرطه بتبقى من اول ال 40. اوكي. تمام. ده اللي هي بقى بتبتدي يبقى عندي ضغط وسكر وكوليسترول طبعا. وتقابلني طبعا. مشاكل صحيه كتير جدا طبعا. لما المؤشر ده يبقى فوق ال 40. حاجه كمان برضو لازم اركز عليها هي نسبه الدهون في الجسم، لان انا ممكن شكل جسمي يكون مظبوط ما عنديش اي مشاكل خالص مع شكل جسمي، بس اغلب الوزن ده هو دهون، فالدهون دي ممكن تتراكم على الاورجنز بتاعتي او الاحشاء بتاعتي وتعمل لي برضو فيما بعد مشاكل صحيه ليها علاقه بالضغط. حتى للقلب ممكن تسبب مشاكل. بالظبط كده. ما هو انا كوليسترول يتاثر، ضغط دم يتاثر، على اللونج ران بتبتدي تظهر لي المشاكل بتاعت القلب. فاحنا مثلا لو بنتكلم على الستات، فاحنا عندنا البرسنتج بتاعه الدهون الطبيعيه من 18 لحد 30%، وبالنسبه للرجاله من 10 لحد 20. ودي برضو من الامور اللي بتبان في الان بادي لو عملناها. دي بتبان في الان بادي. حلو. يعني هو بيعمل مره واحده بيبان له السكيل بتاع كتله مؤشر الجسم وكمان نسبه الدهون في الجسم. تمام. فانا لما ابتدي اشوف ان انا المؤشر بتاعي عالي، يبقى انا لازم اخد بالي سواء ان انا لسه ما دخلتش في سمنه، ان انا حافظ على ده بشكل صحي عشان ما ادخلش ده، ولو انا عندي سمنه يبقى انا لازم اكونترول عشان ما ابتديش اقابل مشاكل صحيه كتير. حلو. ازاي بقى نعمل الكنترول ده بلا اضرار؟ طيب، اول حاجه لازم نعملها هو طبيعه الاكل بتاعي. يعني انا لازم اكل اكل نظيف. اكل نظيف يعني ما فيهوش دهون اللي هي مشبعه او مهدرجه، وما فيهوش مقليات، وفي نفس الوقت ما عنديش كميات سكر ودقيق ابيض كتير، لان هما دول اكتر حاجات الزياده بتاعتهم بتبتدي تعمل لي مشاكل في تخزين الدهون، بالذات الدهون بتاعت منطقه البطن اللي الناس دايما طول الوقت بتشتكي منها.